بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو إن شاء الله سوف يكون موجها لتلاميذ السنة الثانية من الثاني ابتدائي كراسة فضاء الرياضيات. اليوم إن شاء الله سنتطرق لدرس جديد في مادة الرياضيات، اللي هو العدد مئة، الصفحة 14 15 16 و 17. إن شاء الله سوف نرى كل صفحة في فيديو منفصل. اليوم إن شاء الله غناخدو الصفحة 14 اللي هي الصفحة الأولى. بداية أصدقائي، نقرأ أهداف التعلم. تمثيل المئة وكتابتها بالأرقام وقراءتها، التنقل من كتابة اعتيادية إلى كتابة مفككة أو العكس، تعرف القيمة الوضعية للأرقام المكونة للعدد مئة. التمرين رقم واحد، أكتب العدد المناسب وأحسب. عندي ما مكتوبش شحال مرة قلم ورديا وأقلام بنية. عندها كما كتلاحظوا هنايا شحال من علبة ديال الأقلام، عندها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 علب من الأقلام الوردية و يعني 10 20، كل علبة فيها 10، إذا 10 20 30 40 50 60 70 80 91 91 92 93 94 95 96 97. إذا عندها 97 قلما ورديا، وكم من قلم بني عندها؟ 1 2 3. عدد أقلامي هو 97 زائد 3. نقوم هنا بإنجاز العملية، 7 زائد 3 كم تساوي؟ 7 8 9 10. إذا أضع 0 وأحتفظ بواحد، 9 زائد 0 9 والاحتفاظ 10. إذا أكتب 10. إذا عدد الأقلام هو 100، وهذا هو الجواب ديال الأقلام الفتاة. ماذا قال الطفل؟ قال عندي قلما بنيا. نقوم بعد الأقلام البنية، لديه 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 أقلام بنية، بمعنى 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90، 91 92 93 94 95 96 97 98 99. 99 قلما بنيا، إذا سأكتب هنا 99، وقلم وردي واحد، وقلم واحد وردي. عدد أقلامي هو 99 زائد 1، إذا 99 زائد 1 هو 100، إذا عنده 100 قلم، 99 قلم بني وواحد وردي. ماذا نقول؟ نقول 9 عشرات، لأن عندي 9 العلب، كل علبة مكون من 10، إذا 9 عشرات وعشرة أخرى وعشرة أخرى، 9 عشرات وعشرة أخرى، 10 أخرى مكونة من 9 أقلام بنية وواحد وردي، إذا هي 10 أخرى. إذا عندي 100 10 عشرات، عفوا عندي 10 عشرات، شحال عنده؟ 10 عشرات. هذا أيضا تمثيل لهذا العدد، هذا أيضا تمثيل لهذا العدد الأقلام. ننتقل إلى أحسب عدد الأقلام بطريقة 37 زائد 3، 97 زائد 3، 97 98 99 100. إذا 7 وحدات و 3
سبع وحدات وثلاث وحدات هي 10، 7 زائد 3 هي 10، سبع وحدات وثلاث وحدات هي 10. تسعون هي 19، 19 تمثل 90 كما ترون في هذه العلب، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 علب، كل علبة تحتوي على 10 أقلام، إذا 90 هي 9 عشرات، 9 عشرات، 100 هي 10 عشرات، 100 هي 10 عشرات. ننتقل إلى التمرين الثالث، احسب عدد الأقلام بطريقة أخرى. إذا 99 زائد 1 هذه الطريقة تساوي 100، 99 زائد 1 9 زائد 1 10، 0 ونحتفظ بواحد، 9 زائد 0 9 والاحتفاظ 10. إذا أكتب بهذه الطريقة، ما كننساش دائما نضيف الاحتفاظ، لا أنسى الاحتفاظ. ننتقل إلى الطريقة الثالثة، 99 تساوي 100، شنو هو العدد اللي غنضيف ل 99 باش تكون عندي 100؟ إذا كنضيف نضيفو 1، 99 زائد 1 تساوي 100. هنا 97 كنضيفو إليها لتصبح 100، كما لاحظنا في التمرين الأول 97 أضفنا لها 3 وحدات لكي تصبح 100، إذا 97 زائد 3 تساوي 100. أصدقائي كتكون هذه هي هو التمرين، تمارين الصفحة 14 من كتاب فضاء الرياضيات. أضرب لكم موعدا إن شاء الله في حصة قادمة وفيديو جديد، إلى اللقاء.